الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. وايد من الشيعة في العالم يبون يقيمون المدارس الحسينية، بس للأسف ما عندهم الإمكانات المادية. بس الحمد لله الحين تقدرون تقدموا مساهماتكم لهم عن طريق لجنة أهل البيت الخيرية. يا شيعة الحسين، ساهموا معنا لدعم المجالس الحسينية في شهري محرم وصفر ومواكب الأربعين في أفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. نبي نخلي العالم كله ينادي يا حسين، لبيك يا حسين.